السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم عن موضوع مشابه للترقيد الهوائي، هو نوع من أنواع الترقيد الهوائي، ولكن هذه النبتة اللي عندي هني هي نوع من أنواع الياسمين أو من فصيلة الياسمين، يسمونها عندنا الرازجي. الفارق بينها وبين الياسمين أنه ما تتسلق بنفس طريقة الياسمين أنها ترتفع بشكل كبير جداً، ولكن وردها جدا مشابه للياسمين ولكن ريحته عطرة أكثر من الياسمين. فهي من نوع الدبايات أو من نوع النباتات اللي تمشي أو يعني تمتد وتتسلق. فاللي أبغي أسويه إني حابنا كاثرها من هذه الغصن. فأنا ما قد جربتها في هذا النوع من النباتات، ولكن الفكرة هي نفسها فكرة الترقيد الهوائي. فاللي راح أسويه اني راح ازيل بعض الاوراق وراح نحط الجزء ذي، راح نجرحه شوي ونحط له شوي هرمون تجذير، وراح ندفن هذا الجزء في اصيص ونخليه على اساس يتغذى من النبتة الام ويتغذى من هذا الجزء، وبعدين ينبت يطلع لي جذور، ولما هذا الجزء من الغصن يتقوى او يبتدي يكبر ويصير في عندي جذور كفاية ممكن بس اقطع ويصير في عندي نبتة ثانية ممكن استخدمها. الأدوات اللي راح أحتاجها حق هذا المشروع: أصيص في تربة أصايص مبلولة رطبة، هرمون تجذير، فرشاة تلوين أو فرشاة رسم على أساس ما نبغي نجيس أو نلمس الهرمون بأيدينا أو يلامس جلدنا، يحبذ أن ما نلامس الهرمون، وسكين زراعية أو سكينة عادية ومقص زراعي. فأول شيء راح أسويه أني راح أزيل بعض الأوراق من هذا الجزء، مجرد راح أزيلها على أساس بس أقدر أشوف إذا هذا الجزء ممكن ينزل في الأصيص، ممكن أنزله وراح ندفنه بهذه الطريقة، بالذات إذا وقفت الغصن على فوق يكون أسهل. راح أزيل هالأوراق اللي خلف هذه النقاط بعد، واللي راح اسوي اني راح اجرح الغصن شيء بسيط بس اني اكشف شوية منه هذه الطريقة، وراح أغطي هذه المنطقة بهرمون التجذير. واللي راح أسويه الحين إني راح أدفن هذه الجزء. سأحاول أثبت هذه الجزء. ممكن أحط عليه حجر أو شيء على أساس بس إن القطعة هذه تبقى تحت التربة. راح أخذ هذا الحجر وراح أخليه بس بهذه الطريقة على أساس تبقى هذه القطعة تحت التربة، وراح أخليها هذه القطعة لمدة خلنا نقول شهرين إلى أن نشوف نتائج أو نمو في هذا الغصن. راح يكون في نمو لأن في عندي طرف قاعد ينمو هني، ولكن راح نتابع تطور نمو هذه القطعة. راح نخليها فترة وبعدها راح نشوف إذا في أي جذور أو لا، وإذا في جذور ممكننا بس نقطعها ونزيلها وتكون عندي نبتة ثانية. فراح نجرب هذه الأسلوب مع أنه هو نفس فكرة الترقيد الهوائي، وراح نتابع تطور هذه التجربة، وراح يكون في إن شاء الله فيديو ثاني متابعة لنتيجة هذه التجربة، وراح أشارككم النتائج إن شاء الله. فأتمنى أن استفدتم من هذه الفيديو، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات، وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.